بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. موضوعنا اليوم هو المساحات. موضوع المساحات سبق وان سمعت في بداية المصدر الرابع اللي كان الأول والأبر أو المساحات، في وقتها سميناها المساحات التقريبية. يعني يجيك سؤال يقول لك جد إذا كان f of x مثلا يساوي 3x زائد 4، جد المساحة بين هذا المنحني ومحور السينات بالفترة الفلانية، والسيجما كذا مثلا سالب 1 2 3 4. إذا هذا في وقتها كان مساحة تسمى مساحة تقريبية، سواء كان معادلة من الدرجة الأولى، درجة ثالثة، درجة ثانية، وسميناها مساحة وسميناها تكامل. والموضوع كان في وقت اسمه التكامل بالتقريب. اليوم احنا شغلنا مو هذا، اليوم شغلنا هو ايجاد مساحات مؤكده. بعد ما كنا نحسب مساحات تقريبيه، اليوم راح نحسب مساحه مؤكده. والمساحات نوعين، النوع الاول هو المساحه في المنحني داله ومحور السينات. فاذا كانت الداله هي واي تساوي اف اوف اكس، فان قانون المساحه يقول لي تكامل من اي الى بي مطلق الاف اوف اكس دي اكس. اذا هذا القانون الاساسي اللي راح يكون شغلنا عليه اليوم. موضوعنا شنو هو؟ ايجاد المساحه بين منحني داله ومحور السينات. تكامل القيمه المطلقه مر عليه قبل ولا لا؟ اكيد ماضي. من جان يجيني سؤال يقول لي اريد تكامل مثلا من 1 الى 3 مطلق 2 اكس ناقص 4 اكس. هذا شلون كنت تتعامل وياه؟ دالة القيمة المطلقة كنت تحولها الى دالة شطرية، ومن احولها الى دالة شطرية يعني شو تصير هنا؟ راح يكون مطلق 2 اكس ناقص 4 يساوي، ان كان داخل المطلق موجبا يعني 2 اكس ناقص 4 اكبر او يساوي صفر فيبقى على حاله، وان كان داخل المطلق سالبا يضرب في سالب 1، من هنا احول الاربعه واقسم على 2. اذا الحد الفاصل شو يساوي؟ 2. الحد الفاصل يساوي 2، والاثنين موجوده بين الواحد والثلاثه. يعني التجزئه اجباريه ولا لا؟ التجزئه اجباريه. وفي وقتها قلت لك الداله اذا كانت داله قيمه مطلقه لا يجب اثبات الاستمراريه. كيف؟ ما تريد تثبتها تثبتها، تكتب الداله مستقره. لكن اذا اصل الداله للامتحان تجي الداله شطريه، لا اثبت الاستمراريه ورا ما تتحقق منها يلا تجزئ او ما تجزئ التكامل. اذا ايش سوينا في وقتها؟ قلنا ما يساوي تكامل من 1 الى 2. ليش قلت 2 ما قلت غير 2؟ حتى الفاصل زائد شنو؟ زائد تكامل من 2 الى 3. من 1 الى 2 هذا هو الحد الفاصل. هذا عدد واحد هو اصغر من 2، لذلك لو بحثنا عن رمز الاصغر هنا راح اكتب سالب 2 اكس زائد 4 دي اكس. وهذا الثلاثه هو اكبر من 2، لذلك اختار اللي قابل الاكبر 2 اكس ناقص 4 دي اكس، وبعدين كملنا عوضنا حد على عددنا وانتهت المشكله. هذا تكامل القيمه المطلقه. اليوم راح نتعامل ويا القيمه المطلقه باسلوب اخر. هذا لو توهمت في هذا السؤال يجي طالب يتوهم ويكتب بالتكامل الاول 2 اكس ناقص 4، ويكتب بالتكامل الثاني سالب 2 اكس زائد 4. شو راح يطلع؟ راح يطلع الذات السالب وتكامل القيمه المطلقه. اذا طلع سالب يعني حل غلط. تكامل القيمه المطلقه لازم يطلع الجواب موجب، اذا طلع الجواب سالب يعني حل غلط. فاليوم راح نتعلم على طريق اخر للتعامل مع هذا السؤال. شنو الطريق الاخر؟ يقول لك مو كان ما تحولها الى داله شطريه وتجزئ التكامل، الملاحظه تقول تساوي داخل المطلق بالصفر، اقول 2 اكس ناقص 4 تساوي صفر. يؤدي الى الاكس يساوي 2، الاثنين موجوده بين الواحد والثلاثه موجوده، اذا اجزئ التكامل. يعني ايش راح يصير هنا؟ راح اقول يساوي تكامل من 1 الى 2 زائد تكامل من 2 الى 3. الداله نفسها الداخل 2 اكس ناقص 4 دي اكس، وهنا 2 اكس ناقص 4 دي اكس. من اجل ما
يعني إذا هذا الحكي قياسا بالحكي القديم هذا راح يقابل الواقع وهذا راح يخالف الواقع ليش؟ لأن هذا راح يطلع لي راح يطلع لي سابق وهذا راح يطلع موجب حتى أخلص من هذه المشكلة وهي كل تكامل راح أخلي مطلق الخارج بعد ما أخذ شيء خاف منه طلع موجب هو مطلق الموجب طلع سالب مطلق السالب فالطريقة الثانية اللي راح نشتغلها اليوم بالمساحات ما أخذ داعي بعد حولها إلى دالة شفرية وجود المطلق داخل التكامل لها معنى بالنسبة للمساحات يعني ساوي داخل المطلق بالصفر واستخرج قيمة اكس تجزئ في كل الاحوال وهي كل تكامل لازم اكتب مطلق للخارج هسه راح نجي نبني موضوعنا الاساسي السؤال راح يكون بابسط صوره راح يقول لي جد المساحه اذا نزلنا السؤال الاول هنا راح اقول لك جد المساحه المحدده بالمنحني أفور X تساوي X تكعيب ناقص 4X ومحور السينات بالفترة شوف راح يعطيني فترة بسؤال إذا هنا بالفترة سالب 2 شوية ركز بيها ريت إذا افتهمتها راح أشوف الموضوع سهل جدا قال لي جد مساحة القانون هو هذا من الأفور X اكس تكعيب ناقص 4x يفترض علميا بان اكتب القانون راح اقول الاي تساوي تكامل من سالب 2 الى 2 هذا مطلق منه اكس تكعيب ناقص 4x لكن مساريا انت محفوظ من هذه الفورمولا من قال لك جد مساحه اول عمليه تسويها الداله تساويها بالصفر تستخرج يعني هذا القانون ما يريدك تكتبه بالوزاري، يريدك تكتبه صح وطريقه علميه وعشيده، لكن ما راح اسمك عليه اذا ما تكتبه. من اقول لك جد مساحه؟ اول عمليه اسويها شنو؟ الداله تساويها بالصفر حتى تستخرج فيها اكس. اذا من اكتب الحل راح اقول الحل اكس تكعيب ناقص 4x تساوي صفر. راح اجي اسحب اكس عامل مشترك واستخرج قيم اكس راح يجيني في المحور ويقول لي هذه ليش لا اساويها بالصفر؟ تجيب انها هذا الحكي. هو المساحه شنو معنى مساحه؟ يعني خلي نفرض المنحني راح يكون بالصوره هذه. هذه النقاط، هذه النقطه وهذه النقطه تمثل النقاط تقاطع مع محور السينات، واي نقطه تقع على محور السينات الواي مالتها الصفر، هذه من داري اساوي بالصفر يعني كانه لا اقول الواي صفر يعني داريد استخرج نقاط التقاطع كم جزء ليحصر المنحني مع محور السينات من اجل حسب جزء واحد هذا الجزء واحد يعني تكامل واحد واذا المنحني استمر بالصوره هذه يعني كم نقطه تقاطع عندي يعني واحد اثنين ثلاثه ثلاث نقاط تقاطع اذا عندي قطعه فوق وعندي قطعه جوا يعني كم تكامل حيصير تكامل يعني ناتج هذا التكامل راح يطلع لي موجب لانه فوق محور السينات ومن اخذ المطلق ما يبقى موجب ناتج هذا التكامل راح يطلع لي سالب لانه اسفل محور السينات ومن اخذ المطلق ماذا راح يطلع هنا موجب يعني هسه هنا من اجي على فد خلفه كسلان بالرياضيات اقول له عندي قطعه ارض اريد تبني لي بيت مكون من ثلاث طوابق فوق الارض وطابقين بالسرداس يحفر ويبني لي طابقين جوا من اجي احاسب اذا كان كسلان بالرياضيات اقول له ثلاث ناقص اثنين واحد واحد اعطي ما طلب واحد واذا كان شاطر بالرياضيات اقول له خمسه هنا بنيت ثلاثه فوق الارض مطلق الثلاثة ثلاثة وبنيت لك اثنين تحت الأرض مطلق السالب اثنين اثنين فالثلاثة زائد اثنين يقول القيمة خمسة خاف فخاف مستقبلا يصير مهندس فهنا تذكر هذا الحكي مو تاخذ منه مطابق واحد هنا لسه هنا هذا راح يطلع موجب هذا راح يطلع سالب ويقول لا بالامتحان ينسى المطلق وبالتالي مثلا طلع هنا أربعة وطلع هنا سالب ثلاثة
وإذا لمس المطلق شو راح يقول الجواب؟ واحد. راح يقول الجواب واحد. الحين حقيقة الجواب يساوي سبعة. راح يقول مطلق الأربعة زائد مطلق السالب ثلاثة ويساوي سبعة. فهذه المساواة بالصفر شنو فائدتها؟ شنو القاعدة من عندها؟ لإيجاد أخبار التفاضل. حتى أعرف كم تكامل المساواة. واضح؟ هسه ساويت بالصفر، شلون أحل المعادلة؟ إذن أقول يؤدي إلى x عامل مشترك راح يصير x تربيع ناقص 4 يساوي 0. إذن معناها أما x تساوي 0 أو x تربيع تساوي 4 فلنقول إن x تربيع تساوي 4 يعني معناها أما x تساوي 100 أو x تساوي سالب 100. كم نقطة أو كم قيمة x العادية؟ ثلاثة. عادي كم قيم الملاحظة؟ نقول قيم x الناتجة من مساواة الدالة في الصفر يجب عرضها على الفترة. فإذا كانت تنتمي لها تكون التجزئة إجبارية. وإذا كانت طرفا فيها أو لا تنتمي لها تكون عدم التجزئة إجبارية. من أجل أو على الصفر أقول له أنت يا صفر موجود بين السالب 2 والثنين؟ يقول لي نعم موجود. إذن هذا الصفر أقول عليه ينتمي إلى السالب 2 والثنين. ويجزل لا يجزل إجباري من أجل عد ثنين ثنين أقول أنت تنتمي لكن متهم جزئية لأنك طرف. ومن أجل على السالب اثنين أقول له أنت تنتمي للسالب اثنين لكنك طرف. إذن كم تكامل حيصير عندي؟ كم تكامل الصفر موجود بين السالب اثنين والثنين؟ إذن هنا راح نرجع معلومة ما فيها أيام زمان هنا اليوم خميس ان شاء الله وقررت ولا الدوام تريد تروح سياره كربلاء وابو سياره هنا قال لك انا ترى ما اصل كربلاء راح احضر وياي بس اوصلك للمسير عندي شغل هناك. كم مره حبيت اعزل؟ اعزل بغداد مسير؟ مسير مو؟ اذا لسه هذا الصفر تنتمي كم تكامل حيصير عندي؟ سالب 100 صفر صفر هنا راح اقول الاي تساوي مطلق تكامل من سالب 2 الى الصفر زائد مطلق تكامل من صفر الى 2 باعتبار الصفر حد الفاصل الثاني كانه ايام زمان شلون كان الصفر حد فاصل واجي اجزل واضح نفس العمليه. اذا ايش راح يصير عندك هنا؟ x تكعيب ناقص 4x dx وهذا اي x تكعيب ناقص 4x لو كانت الفترة ناقلينها بالسؤال سالب واحد واحد. لو كانت الفترة بالسؤال سالب واحد واحد وأنا عندي الاكس قد طلعت صفر وطلعت اثنين وطلعت سالب اثنين من أجي على الصفر أقول له تنتمي. إذا الصفر أقول عليه ينتمي. من أجي على اثنين أقول له لا ينتمي ما موجود بين السالب واحد وواحد. ومن اجي على السالب اثنين اقول له لا ينتمي. اذا كم عدد ينتمي بس الصفر؟ كم تكامل حسوي؟ حسوي التكامل واحد من الصفر واضح؟ نعم. التكامل داخل المطلق؟ لا المطلق للخارج. احنا قلنا وجود المطلق داخل التكامل يعني يجب مساواة داخل المطلق الاستخراج قيم اكس ثم عرضها على الفترة المعطاة. فإذا كانت تنتمي تكون التجزئة إجبارية وإذا كانت طرف أو لا تنتمي تكون عدم التجزئة إجبارية وفي كلتا الحالتين يسحب المطلق إلى الخارج. يعني بالامتحان ما نريد تكتب لي مطلق بالداخل. بالامتحان من كنت تجد مساحة أول عملية أسويها تساويها بالصفر. جزأت ما جزأت المطلق وين؟ راح يكون واضح؟ إذا لو كانت الفترة سالب واحد واحد راح يصير كم تكامل؟ اثنين. سالب واحد صفر صفر. لو كانت الفترة سالب ثلاثة ثلاثة من أجي على الصفر أقول له أنت تنتمي. من أجي على الاثنين أقول له كذلك تنتمي. وعلى السالب اثنين أقول له كذلك تنتمي. صار ستة كاملة. إيه شلون؟ هنا عندي 300 ويا من الدنيا صار خمسة يعني عدد التكاملات أربعة.
التكاملات، شلون ايام السيجما؟ عدد التكاملات تساوي عدد قيم اكس اجماليه ناقص واحد بما فيها الفتره. زين منين وين حيصير؟ هسه انت عندك سالب ثلاثه، منو دخل بيناتهم؟ دخل سالب اثنين وصفر واثنين، يعني كم تكامل حيصير؟ سالب ثلاثه الى سالب اثنين، سالب اثنين وبعد سالب اثنين سالب اثنين صفر، صفر اثنين وصفر اثنين اثنين ثلاثه. واضح؟ بعد بلكي الله يهديه بالوزاري، وهذا السؤال وزاري اصلا، بلكي الله يهديه بالوزاري ويقول لك الفتره مثلا 3 7، من تجي على الصفر شو تقول له؟ تقول له انت لا تنتهي، والدنيا تقول له لا تنتهي 3 7، والسالب 2 تقول له لا تنتهي. اذا كم تكامل حيصير عندي؟ 11 تكامل، واحد ثلاثة، والمطلق وين يكون؟ واضح؟ زين، إذا من أجل ما هو على هذه الفترات وهذه الأمثلة اللي قدامك، معناه قيم إكس الناتجة من مساواة الدالة والصفر، أكو احتمال كلها مجزئ، أكو احتمال هذا، شوف لا سالب لا لا ما عندي شيء، كلها مجزئ. اكو احتمال بعضها يجزئ وبعضها يهمل، اكو احتمال شوف هذا السالب واحد واحد وسالب اثنين اثنين، يعني الصفر يجزئ والاثنين والسالب اثنين، اما انها تنتمي لكنها لا تجزئ او انها لا تنتمي اصلا، اكو احتمال كلها تهمل، نعم اكو احتمال، يعني هسه هذا الداله 7 كلها تهمل. اذا هنا من اقول لك جيب مساحه، اول عمليه لازم تسويها شنو؟ الدالة الساوية بالصفر لأجل استخراج قيم x ثم عرضها على الفترة المعطاة، فإذا كانت تنتمي لها تكون التجزئة إجبارية، إذا كانت طرفا فيها أو لا تنتمي لها تكون عدم التجزئة إجبارية، وفي كلتا الحالتين مطلق مطلق إلى الخارج. هسه شو نسوي؟ كامل مو نعوض، لازم نكامل. اذا ايش راح يصير هنا؟ هذا راح يصير عندي ربع اكس 4 ناقص 2 اكس تربيع، شوف شلون دا اكتب من سالب 2 الى صفر، هذا انطلق الخارج. بعد ايش راح يصير عندي هنا؟ ربع اكس 4 ناقص 2 اكس تربيع من صفر الى 2. كملت كم مطلق؟ مطلقين، هذا مطلقين، ليس له مطلق واحد، حتى ما تنسى شيء، وايد طلاب بالامتحان يشتغل صح، لكن يقول لي هذا المطلق دخل شويه مروجني، ما اعرف المطلق وبعدين بلغ يا ريتك، لا تنسى انا اقول لك تنسى. حتى ما تنسى شيء، هسه شو تسوي؟ مطلق قوسين بيناتهم واحد. زائد مطلق قوسين بيناتهم واحد. بين مطلق ومطلق زائد داخل المطلق الواحد بدنا نعوض حد اعلى وحد ادنى سالب اثنيناتهم سالب. واضح؟ ايضا احيانا يصير فرض طالب هناك زائد هناك ناقص نيجي نعوض على هسه بدنا نعوض الصفر بالتاكيد على الصفر بدنا نعوض السالب اثنين بعد لا تعقد الامور تقول لي سالب 2 اس 4 16 الامور تقدر تسويها ببالك سالب 2 اس 4 16 ويا 4 4 اذا السحاب مباشره ناقص سالب 2 تربيع 4 في 2 مو تقول لي سالب 2 تربيع سالب لي سالب موجب خلص لي تربيع سالب 2 تربيع 4 اكس ما سالب 2 لو كانت اكس واحد لو كانت هذه اكس فاقول سالب 2 في سالب 2 اذا سالب 2 تربيع 4 في سالب 2 هذا سالب 8 هنا شو راح يصير عندي؟ ايضا راح يصير عندي 4 ناقص 8 وهنا صفر ويساوي 4 ناقص 8 سالب 4 وعندي سالب مره اذا هنا مطلق الاطراف زائد هذا 4 ناقص 8 سالب 4 اذا هنا مطلق السالب 4 هذا شو يصير؟ 8 هذا اللي خلف الكسلان في الرياضيات كل اسم كله اسويه طاقين فوق الارض وطاقين جوا الارض اقول له لا طاقه ولا طاقه هي ناقص 2 صفر
هنا هذا ايش راح يصير عندي؟ ويساوي 4 زائد 4 ويساوي 8 وراح تكتب حليله. لو تكتب وحده مساحه لو تكتب يونت المطلق لا ماشي قلت لك المطلق يتوزع على الضرب والقسمه ولا يتوزع على الجمع والطرح على الاسس. بس هذه مطلقين تبقى للاخير مطلقين. ايش وقت ما عوضت اعلى ادنى وطلع لي ناعل الواحد فقط يلا من حقك تلغي القيمه الف. نعم هو هذا المساحه مع محور السينات. قلنا مع محور السينات شنو؟ يعني يسلمون حلي بالصورة هذه يريد يحصل لي هذه المساحة زائد هنا من طلع عندي تكامليا يعني عندي قطعتين. هذا من طلع موجب يعني القطعة وين صارت؟ فوق محور السينات. هذا من طلع سالب يعني القطعة صارت جوا محور السينات. وجمع مطلق هذا زائد مطلق هذا صار يجينا يجينا مع محور السينات؟ لا عندي مساحة نوعين، اكو مساحة مع محور السينات واكو مساحة مع بين المنحنيين. بس احنا شغلنا شنو هو؟ مساحه بين منحني داله ومحور السينات. لكن الموضوع رغم سهولته لكن ممكن يجيني بالامتحان الوزاري احد خمس احتمالات لا صار سهله. هسه هذا الاحتمال الاول يجيني سؤال يقول لي اف اوف اكس يساوي اكس تربيع والمستقيمين x يساوي 1 و x يساوي 3. الصيغه نفسها جل المساحه بين منحني هذه الداله ومحور السينات والمستقيمين x يساوي 1 و x يساوي 3. شنو فرق هذه الصيغه عن الصيغه السابقه؟ نفس الثاني شنو؟ الثاني فرق هنا الثاني مستقيم. ملاحظة شوية ركزوا وياي مشتاقين على الورد ولا لا؟ بالحقيقة الورد بيفد شيء حلو. اكو اختصارات. شنو هذه الاختصارات؟ كلمة مثلا اكتبها كل شوية عبارة كل شوية عيدها احتاجها بالطبع. مثلا هناك اسوي فد واحد وهذا البحث اكرر فيه مثلا اللهم صل على محمد وال محمد مثلا 20 مرة. فهنا اقول لك بكره ما اكتبها 20 مره اسوي فد مختصر. اكو فد شيء بالورد اقول له مثلا من اكتب له الف لام ال بس ادوس سبيس هنا تنزل العباره اللهم صل على محمد. هاي شو يسموها مختصرات. هذه المختصرات راح تفيدني في موضوع المساحات. مره يقول لي بالفد سالب 2 2 مره يقول لي والمستقيمين اكس يساوي 1 واكس يساوي 3. الملاحظه تقول بس ادوس سبيس هذا يتحول بالفكره واحده. المستقيمين يعني هسه هنا هذا المنحني ومكان ما يقول لي هسه بالفتره سالب 2 2 هاي الفتره سالب 2 2 يقول لي والمستقيمين اكس يساوي 2 واكس يساوي 7. يعني معناها شنو؟ معناها بالفترة السالبة 2 2 بالشرط ان يكون اسم المستقيمين شنو؟ اكس اكس اذا واي هذا غير اكس راح نجيب عن شوي. فاذا قال لك مساحة بين منحني دالة ومحور السينات والمستقيمين اكس يساوي 1 واكس يساوي 3 انت شنو قال الفترة؟ فترة واحد الفترة 1 3 زين قال لي مساحة اول عملية راح اسويها شنو؟ تساوي المساحة ابني بالحل هسه هذا السؤال الثاني هسه من ابني بالحل راح اقول اكس تربيع تساوي صفر اكس تساوي صفر وهذا الصفر صفر موجود بينهم موجود صفر ما يوجد اذا هذا صفر راح اقول لا يوجد الى الفتره واحد يعني تكامل كامل واحد ثلاثة سلام وما طاري بدر طاري مستقيم لكن من دارا هاي أربعة فترة إذا كم تكامل حسر واحد تكامل واحد هنا راح أقول أي تساوي مطلق تكامل من وين من واحد إلى الثالثة إكس تربيع ويساوي إذا ثلث إكس تربيع ويساوي ثلث اكس تكعيب من واحد
الى ثلاثه. شوف هسه عندي المفروض هذا زين المطلق اخاف يطلع الجواب سالب. المطلق لازم قلنا في حاله تجزئت او ما جزئت اكتب مطلق والمطلق خارج التساوي. هذا الثلث يعجبك يطلع خارج المطلق يصير يصير تريده داخل المطلق ما في مشكله. إذا راح اعوض حتى على واحد هنا. اذا شو راح يصير هنا؟ هذا الثلث راح يطلع للخارج من اعوض الحد الاعلى 27 راح يصير 27 الحد الادنى 1 27 ناقص 1 26 في ثلث. اذا مباشره الجواب راح يساوي 26 على الاعلى وراح يكون عليه اليونت. سؤال سؤال الثاني جد المساحه المحدده بالمنحني افور اكس تساوي اكس تربيع ناقص 1 ومحور السينات بالفتران ساميا كلمنا بالفتران ساميا نرجع للحالة بالبداية شو نسوي؟ نساوي بالصفر. نساوي بالصفر، إذا هنا راح يكون إكس تربيع ناقص 1 تساوي صفر. إكس تربيع تساوي 1 يعني معناها إكس إيش قد؟ إكس 1 وإكس سالب. ينتمي ولا لا؟ ينتمي. إذا هذا الواحد ينتمي إلى الفترة السالب 2 3 والسالب 1 ايضا ينتمي للفترة سالب 2 3. هذا المثال موجود عندي في الكتاب. كم تكامل حيصير هنا؟ صار عندي اربع عناصر. اربع قيم واحد سالب 1 وسالب 2 3 اربع عناصر يعني عندي ثلاث تكاملات. من اجي ارتبها ترتيب تصاعدي. يعني ايش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير اي تساوي مطلق تكامل مليون سالب 2 الى من؟ سالب 1 الى سالب 1 اكس تربيع ناقص 1 ليكس زائد مطلق تكامل مليون سالب 1 من سالب 1 يعني هاي من ارتبها ترتيب تصاعدي عندك سالب 2 3 شوف سالب 1 1 حتى لو على مسوده ترتيبها ترتيب تصاعدي. هسه هذا الاول انتهينا منه. سالب واحد واحد المن للاكس تربيع ناقص واحد دي اكس زائد مطلق تكامل مليون سالب واحد راح يصير من واحد الى ثلاثه للاكس تربيع ناقص واحد دي اكس. ويا كل تكامل هسه لازم شو اسوي؟ اجري عمليه التكامل. شنو نوع التكامل؟ شو راح يصير؟ احيانا حالة نفسية للطالب في الامتحان ممكن تنقله اما الى التفوق او الى غير ذلك. شلون هذا يصير حالة نفسية جيدة وحالة نفسية اقل جودة؟ تيجي تباوع احنا دفتر الامتحاني هذا صار عندك ثلاث تكاملات وشوف شلون انا حصلت هذا التكامل بحيث هنا عبرت على الصفحه الثانيه. شو راح تقول ببالك؟ راح تقول لي هذا شلون؟ راح كامله وهم راح تصير كلش محصوره وبعدين من اعوض حد اعلى حد ادنى راح تكبر يعني السطر ما راح يكفيني زين هنا راح اسويها سطرين المصحف يتهمها لو ما يتهمها شلون اخاف يعطيني درجه كامله؟ شلون تقسم هذه المشكله؟ راح تيجي تقسم السؤال الى ثلاث اقسام. هذا تجي تسميه اي 1 راح تقول اي 1 يساوي تكامل من سالب 2 الى 1 اكس تربيع ناقص 1 حتى بدون مطلق بدون مطلق. هذا شنو تكامله؟ راح يصير لولو اكس تفعيل ناقص اكس مليون سالب 2 الى 1 وراح تجي تعوض حد على حد الناقل على جواب نعم سالب 2 الى سالب 1 سالب 2 الى سالب. اذا انت ما الجواب الاول راح تقول لي اي 2 يساوي نفس الاسلوب تكامل مين لوين؟ سالب 1 الى 1 طلعت الجواب. وبعدين راح تقول لي اي 3 يساوي تكامل مين لوين؟
من واحد الى ثلاثة. كم جواب صار عندك؟ صار عندك ثلاثة اجوبة. راح تقبل السؤال، راح تقول لي اذا من اي تساوي مطلق الايمان زائد مطلق الايدو زائد مطلق الايدو، هي بعد هذا الحكي شو تسوي؟ السؤال القبلي شوف هذا السؤال محتاج هذا الحكي. السؤال القبلي تكامليا ممكن تكتب سطر واحد، لكن من يصير عندك ثلاث تكاملات او هي اصل الداله مكونه من ثلاث حدود. فصعبه ان تكتب فيها سطر واحد، اذا راح تسويها اي 1 اي 2 واي 3 الى ثلاث تكاملات، اربع تكاملات توصل الى اي 4، وبعدين راح تقول لي المطلق الاول زائد المطلق الثاني زائد المطلق الثالث. مقبولة وزارية. مقبولة هي مقبولة وزارية. من أجي أباوح على هذا السؤال اللي مثال موجود بالكتاب ورادوا يجيبوه بالوزاري لكن بشكل مخفف. نفس السؤال بس هذا سووه أربعة. أكثر بيع ناقص أربعة. إذا راح يصير عندي موجب سالب اثنين، اثنين تنتمي. والسالب اثنين ضرب، يعني كم تكامل يصير؟ سالب اثنين اثنين راح يصير عدد التكاملات اقل والناتج احسن. فممكن بالوزاري يغيرون هذا التغيير. واضح؟ حتى هذا السؤال الاول جابوه بالوزاري. لكن من جابوه بالوزاري سووا هذا تسعه. سووا هذا تسعه وسووا الفتره السالب ثلاثه ثلاثه. ايش راح يقولون؟ من اساويها بالصفر، اما الاكس تساوي صفر او الاكس تربيع تساوي تسعه. يعني الاكس تساوي موجب سالب ثلاثه، بقى محافظ على قوته، يعني الصفر ينتهي والثلاثه والسالب ثلاثه ربيع، اذا راح يصير تكاملين، سالب ثلاثه صفر وصفر ثلاثه، الى هنا جابوا نفس فكره الكتاب وبنفس القوه، لكن مع هذا بعض الطلاب قالوا اكرهي. شلون بالكتاب يقولون أربعة وانت تجيبون تسعة؟ فبعدين خالد يجيبون تسعة؟ يعني تقبل هالسنة يسووها اكس تكعيب ناقص 25 اكس بالفترة السابقة 5-5؟ عادي تقبل ما يخالف نفس الفكرة، لكن أقول له أنا أرجوك يا واضع الأسئلة الوزارية أقول له لا تسويها تسعة أو لا تبقيها أربعة وتسوي الفترة سالب ثلاثة ثلاثة. لأن إذا صار السالب ثلاثة ثلاثة راح يصير الصفر ينتمي والاثنين تنتمي والسالب اثنين تنتمي، راح يصير أربع تكاملات رغم هي تكاملات سهلة لكن ممكن تأخر نوعا ما. وإذا أراد يجيبها تقول له ما مقبول. من أجي أروح على السؤال الثاني وفي أبو إكس يساوي اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 2 اكس. شو يعني؟ احنا قلنا السؤال قلنا ساعه كم احتمال؟ 5 احتمال 5 2 الاحتمال الاول يقول لي هاي المساحه هي منحني داله ومحور السينات للفتره الفلانيه. الاحتمال الثاني يقول لي وين مستقيمين؟ اكس باكس من هذه المستقيمين احولها الى فتره. الاحتمال الثالث راح يدق على يد اليقظه يقول لي جد المساحه بين هذا المنحني ومحور السينات وخلص رصيد. خلص شحن. ما قال لي لا تقاني فتره ولا تقاني مستقيمين. شو اسوي هنا؟ قلت له انا ما اخابره. اقول له شو الفرق؟ الملاحظه تقول اساوي بالصفر في كل الاحوال قيم اكس الناتجه من مساواه الداله بالصفر ترتب تصاعديا وهي تمثل فتره بحد ذاتها دون اهمال الاحتمال. هسه بالبدايه راح اساوي بالصفر، راح اقول اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 2 اكس تساوي صفر. من العامل المشترك؟ العامل المشترك اكس، اذا انا اجي اسحب اكس عامل مشترك راح يصير اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 2 تساوي صفر. ليش تحلل هذه؟ تحلل بالتجربه. اذا راح اقول اكس ناقص 1 واكس
او اكس تساوي واحد او اكس تساوي اثنين. هذه لو نعطيني فتره من السؤال، لو قايل لي بالفتره مثلا واحد اثنين مثلا اجي عصب انا اقول لا تنتهي واحد طرف طرف واثنين واحد تنتهي ده صار واحد اثنين اثنين. لو قايل لي بالفتره اربعه سبعه صفر واحد اثنين كلها لا تنتهي اذا تكامل واحد من اربعه يا سبعه. لكن هناك كل شيء مناطقي فالملاحظه تقول بي ام اكس ترتب تصاعديا وهي تمثل فتره بحد ذاتها دون اهمال اي يعني الاحتمال الاول والاحتمال الثاني. بي ام اكس اكو بي احتمال تهمال اكو احتمال لكن اذا ما نعطيني مثلا بالسؤال ما اهمل اي قيمه اذا مش راح يصير كم تكامل عندي راح اقول الاي تساوي مطلق تكامل من صفر الى واحد بعد زائد مطلق تكامل من واحد الى اثنين والداله هي شنو؟ اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 2 اكس في اكس وهذه ايضا نفس الشيء راح اقول اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 2 اكس في اكس. هسه ليش نوع من الاسئله يحتمل الصدر ما يكفي فاسوي البديل الثاني. شنو البديل الثاني؟ واي جواب هذا التكامل وحده ولا ما اكملها للاخير اذا راح اقول الاي يساوي مطلق الاي 1 زائد مطلق الاي 1. واضح؟ شنو التكامل هذا شو يصير؟ واحد على اربعه اكس سالب على ناقص اكس تكعيب زائد اكس تربيع وبعدين عوض حتى على واحد. اذا هذا احتمال ثالث. اكو احتمال رابع راح امر عليه مرور سريع ما راح اتفق على الصفوره لان ما موجود حاليا بالكتاب. يقول لي جد المساحه بين منحني هذه الداله ومحور السينات والمستقيم اكس يساوي 4. والمستقيم اكس يساوي 4 يعني ما الثاني مستقيمين. هذا لو نعطيه مستقيمين تمثل فتره الثاني بس مستقيم واحد شو يقول هذا الاحتمال الاختيار الرقابي يجي بالوزاري قيمه اكس اللي حصلتها اللي داخل عليها السؤال اشمرها وهي قيم اكس الناتجه من مساواه الداله والسبب وترتب تصاعديا وتمثل حدود التكامل دون اهمال اي يعني قال لي اكس يساوي 4 شو اقول هنا صار عندي صفر واحد اثنين اربعه يعني صفر واحد واحد اثنين اثنين اربعه قال لي والمستقيم اكس يساوي واحد الواحد مكرر ما راح يهمني راح يصير عندي صفر واحد واحد اثنين. الاحتمال الخامس افوت اكس يساوي 3 اكس تربيع زائد 4 جد المساحه بين هذا المنحنى ومحور السينات بالفتره مثلا سالب اثنين جد المساحه بين هذا المنحنى ومحور السينات مثلا بالفتره سالب اثنين فهم. الملاحظه تقول من اريد احسب المساحه اولا ساويها بالصفر يجب مساواه الداله بالصفر زين هذه من اريد اساويها بالصفر راح اقول 3 اكس تربيع زائد 4 لا يمكن ان تساوي صفر لانها اكبر من الصفر لا ثمن وهذا يسمى مجموع مربعين. هذا يسمى مجموع مربعين. اي اكس تربيع زائد بي، الاي والبي موجبات. لا يمكن مساواتها بالصفر، هذا اذا تساوي بالصفر. يعني راح يصير 3 اكس تربيع تساوي سالب 4، يعني معنى اكس تربيع تساوي سالب 4 للداخل. وين فعل المربع سالب؟ الا بالاعداد المركبه. بس هو الاي. اذا الملاحظه الخامسه تقول اذا كانت الداله لا يمكن مساواتها بالصفر فان المساحه تكون تكاملا واحدا على الفتره تكامل واحد على الفتره المعطاه. اذا ايش راح اقول هنا؟ راح اقول اي تساوي مطلق تكامل من سالب 2 الى 3 3 اكس تربيع زائد 4 بعدين ايش راح اسوي؟ راح اكمل هذا شنو
ميلي وين؟ من زاوية 2 إلى قاعدة الأرض. وبعدين راح أعوض حتى على إذا الاحتمال الخامس ركز وياي. إذا كانت الدالة لا يمكن مساواتها بالصفر وطلب في السؤال إيجاد المساحة بين منحني الدالة ومحور السينات، فإن المساحة تكون تكاملا واحدة على فترة المعطاء. يعني في الحالة لو يعطيني فترة كاملة، لو يعطيني مستقيميا اكس باكس وبعدين احولها إلى فترة. واضح؟ يعني هذا الاحتمال الخامس ما ممكن يجيني نفس الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما اعطاني كل شيء، ولا كل شيء ما اعطاني سويها اكس تساويها بالصفر. الناتجة في مساواة الدالة بالصفر رتبتها تصاعدا، لأن هي رتبتها فترة ولا اصلا ما عندي قيم اكس، فلازم يعطيني فترة ومستقيمية. يبقى اريد اسألك سؤال وحاول تجاوبني مع التفكير 10 ثواني اعطيك مجال. شنو اهم الحالات اللي لا يمكن مساواة الدالة بالصفر؟ أهم الحالات اللي ما أقدر الدالة أساويها بالصفر. يلا 10 ثواني فكر. مجموع مربعين. هذا مجموع مربعين، هذا واحد. نعم. إذا كانت الدالة ثابتة. الدالة الثابتة طبعاً ما راح يقول لي جد مساحة. الدالة الثابتة بالتأكيد ما أقدر أساويها بالصفر. نعم. إذا كان كسر بسطها ثابت على إذا كانت الدالة النسبية بسطها ثابتة، لا يمكن مساواتها بالصفر. يعني الناي يقول لي جد المساحة المحددة بالمنحني أضرب اكس تساوي واحد على جذر، ما عندنا ساوية بالصفر، فالمساحة تكون تكاملة واحدا على الفترة المعطاة. بعد شنو الحالة الثالثة الأساسية؟ القوس الكبير الناتج من فرق أو مجموع مكعبين، لا يمكن مساواته بالصفر ولا يمكن أن يحلل وليس له حل في آر، إنما له حل في سي. يعني هسه هنا من اجي اعطيك المعادله على سبيل المثال، هنا اقول لك اكس تكعيب ناقص 27 يساوي صفر. هذه اللي اقول لك حلها من الفصل الثاني الى الفصل السادس. اذا اجاك السؤال بامكانك ان تقول اكس تكعيب يساوي 27، اذا اكس يساوي 3. يجي طالب يقول لي يعجبني احللها بركب ينفعني. يصير هذا شلون بتحلل بركب اكس ناقص 3 مربع الاول عكس الاشاره الاول والثاني 3 اكس زائد مربع الحد الثاني 9 يساوي صفر. هذا اصلا لا تفكر انه يساوي صفر، راسا تقول لي اكس تساوي 3، لان هذا لا يحل نهائيا من الاعداد الحقيقيه، فقط بالاعداد المركبه بالفصل الاول قام يجيك بالوزاري يقول لك حل المعادله التاليه في سي. اذا اما اكس تساوي 3 او هذا يساوي صفر وتحلها بالدستور لان الجواب راح يطلع لي. واضح؟ فمن اعطيك هذا السؤال اقول لك جد المساحه بين المنحني هذه الداله بس هذه الداله بس هذا القوس ومحور السينات بس هذا الصفر، لا يمكن مساواتها بالصفر. راح يصير عندك تكامل واحد على الفتره المعطاه. احيانا بالاسئله الوزاريه يجوز يكلفون بالشخص يقولون هل انت سوينا اسئله الفصل الثالث والك 40 درجه، يعني كم ضرع؟ أربعة. ويجون على شخص اخر يقولون له انت شرطتك فصل رابع لكن ال 30 درجه، يعني كم ضرع؟ هذا ابو الفصل الرابع شويه قلبه راح يوجعه، يقول له ليش ابو الفصل الثالث فضلتوه علي؟ ليش ابو الفصل الثالث اعطيتوه 40 وابو الفصل الرابع اعطيتوه 30؟ فشلون يراوغهم؟ يقول لهم اشتركوا انتم بسؤال واحد. الثالث والرابع انت 30 درجه وانت 30 درجه او 10 درجات والسؤال مشترك في ثالث ورابع حتى يصير قسمه بالعدله. شلون ممكن يجيبون السؤال المشترك؟ هنا يقول السؤال شفت اذا كانت الاف اكس تساوي اي اكس تكعيب زائد بي اكس لها نهايه عظمى سالب 1 2. اذا النقطه سالب 1 2 يقول لي هذه هي النهايه عظمى.
جد المساحة بين منحني هذه الدالة ومحور السيمات. مطايفة. لها نهاية عمرها. إذا هذا السؤال تابع لمن؟ إلى فصلي التضامن. إذا بداية السؤال تفاول ونهاية السؤال تكامل. احنا التكامل اللي يجد مساحة بين منحني دالة ومحور السينات لازم شنو؟ ولازم اساوي بالصفر. هسه هذه اذا انت اساويها بالصفر ما اقدر استخدم قيمة اكس. لانك شول فراح اجي استلم السؤال تفاول. ارجع الى الملاحظات مال النهايات. النهاية العظمى، نقطة النهاية العظمى تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقة الأولى بالصفر من جهة أخرى. إذا الخطأ السؤال من أين يبدي بالحل؟ راح أقول F للسالب 1 تساوي 2 وأفتحها للسالب 1 تساوي 0. وقتها من شرحناها قلنا فيها تعبير لفظي وتعبير علمي وتعبير جذري. التعبير اللفظي النقطة الحرجة تحقق معادلة المنحني من جهة وتحقق مساواة المشتقة الأولى بالصفر من جهة أخرى. التعبير العلمي هو هذا F للسالب 1 يساوي 2 و F فتحة للسالب 1 يساوي 0. التعبير الجذري يقول لك ليش مدوخ نفسك؟ هذا السالب 1 عوضه مرتين. من تعوضه بالأصلية تساوي 2 ومن تعوضه بالمشتقة الأولى تساوي 0. نفس الشيء. إذا شو احتاج؟ شو احتاج لهذا السؤال؟ احتاج معادلة أصلية واحتاج مشتقة أولى. هسه المعادلة الأصلية هي هذه أبو اكس تساوي أي اكس تكعيب زائد جي. المشتقة الأولى فتحة للاكس هذا شو تساوي؟ ثلاثة أي اكس سلبية زائد جي. من أجي على المعادلة الأصلية هنا راح أكتب 2 ومكان كل اكس سالب 1 اكتب سالب 1 لأن 2 تساوي سالب اي ناقص بي. هذه المعادلة رقم 1. ومن أجي على المشتقة الأولى شو أكتب هنا؟ صفر يساوي اكتب صفر تساوي ومكان الاكس اكتب سالب 1 يعني سالب 1 تربيع 1 يعني راح يصير عندي 3 اي زائد بي. اذا معناها البي شو تساوي؟ البي تساوي سالب 3 اي. هذه معادله رقم 2. هسه راح اعوض 2 في 1 ومكان البي اكتب سالب 3 اي. اذا راح يصير عندي 2 تساوي سالب اي زائد 3 اي يؤدي الى 2 اي تساوي 2. اذا معناها الاي تساوي 1. شلون استخرج قيمه بي؟ راح اعوض المعادله الثانيه. اذا راح يصير عندي بي تساوي سالب 3 وصارت الافواه اكس السته. صارت الافواه اكس عوض مكان الاي 1 ومكان البي سالب 3. اذا هذا راح يصير عندي اكس تكعيب 3 اكس. الجزء المتعلق بالفصل الثالث انتهى. واكو فد احتمال بان يجيب لك مسائل الامتحان الوزاري. اكو احتمال جاي من الوزاري يعني يقول لك اذا كان الافوق اكس كذا يمتلك نهايه عظمى جد قيمه اي ولد موجود بالوزاري. ممكن يجيني بس هذا السؤال يقول لي جد المساحه بين منحني دالة ومحور السينات. زين هسه من اعطيني فتره بالسؤال؟ من اعطيني فتره؟ يعني قيم اكس الثاني لان مساواه الداله بالصفر هي فتره محدده. اذا بالبدايه لازم شو اسوي؟ لازم اساوي بالصفر. اذا شو راح اقول لك الان؟ راح اصير اكس تكعيب ناقص 3 اكس تساوي صفر. راح اجي اسحب اكس عامل مشترك اكس تربيع ناقص 3 تساوي صفر. هذه الثلاثة هذه الثلاثة شوية تخوفنا أخاف عليكم من عندنا. هذا من يجيب أربعة كل الطلاب راح يكون 2
من يسويها تسعة كل الطلاب راح يكون الثالث من الثالث، لكن من يسويها ثلاثة اتوقع بعض الطلاب حتى لو كانت نسبة 1% فهي نسبة مخيفة. يجي يقول لي اكس ناقص ثلاثة واكس ناقص واحد. يبقى لك هذا شو اسوي؟ يعني اما اكس يساوي شنو؟ صفر. اما اكس يساوي صفر او شنو؟ اكس تربيع تساوي ثلاثة، يعني الاكس يساوي صفر سالب جذر ثلاثة. اذا الناس تؤدي الى اكس تساوي موجب سالب جذر ثلاثة. طيب اكس تساوي موجب سالب جذر ثلاثة والاكس تساوي صفر. هذا السؤال جاء بالامتحان سابقا وبعض الطلاب ارتكب جريمه رياضيه. اجى على الصفر باوع على هذا المسار الواحد، اجى على الصفر قال لي تنتج، اجى على الجذر الثالثه قال لي تنتج جذر الثالثه واحد وسبعه، سالب جذر الثالثه غلب الله عليه قال لي لا تنتج. وبعدين سواها لك انت كامل دي طالب، هذه نقطه وليست خطر. هذه الناس بالفصل الثالث دورها انتهى، هاي الفصل الثالث انتهى دورها. بس هنا تلك مساحه بين منحني الى محور السينات يعني غير اكس. عرفت صاعدين ولا تمثل؟ يعني كم تكامل حيصير عندي؟ حيصير تكامل. اذا ايش راح اقول هنا؟ راح تصير اي تساوي مطلق تكامل من زائد جذر الثالث الى الصفر. علما للاكس تقعيد ناقص 3x dx زائد مطلق تكامل من صفر الى جذر الثالث لنفس الداله اللي هي اكس تقعيد ناقص 3x dx. وبعدين نعوض كامل حذاري من دائره كامل مكرر. حذاري من دائره تكامل. شنو اعراض دائره التكامل؟ تعويض قبل اجراء التكامل. هواي طلاب بالمساحات يصابون بدائره التكامل. اذا هنا لازم شو اسوي؟ هذا شنو تكامله؟ ربع اكس اربعة ناقص ثلاثة على اثنين اكس تربيع. وهذا كذلك وبعدين نحوض حتى على وحددنا. هسه هذا الموضوع مش اسميه ايجاد مساحه بين منحني داله ومحور السينات. اكو موضوع اخر كلش راح يعجبك. الموضوع اسمه المساحه. قبل شوي شنو كان اسمه؟ المساحه. لكن المساحه بين شنو؟ اذا هذا المساحه بين المنحنيين. قبل شويه كان اسمه المساحه بين المنحني داله ومحور السينات. الموضوع الجديد اسمه المساحه بين منحنيين. السؤال شلون يجيني بالامتحان؟ يقول لي جد المساحه المحدده بالمنحنيين اكس تساوي اكس تقعيد وجي اكس تساوي 3 اكس. يعني كم منحنى ثاني بالسؤال؟ اثنين. جد المساحة بين منحنيين. الملاحظة تقول شوف الخبر السعيد كلش راح تكيف على الخبر. لإيجاد مساحة بين منحنيين يجب أولا استخراج دالة تسمى بالدالة المولدة. والدالة المولدة هي فرق الدالتين. يعني أريد أحسب المساحة بين ال f of x y تساوي f of x و y تساوي g of x. المساحة شنو قانونها؟ راح أقول ال a تساوي تكامل من a إلى b مطلق h of x dx. راح أقول لي من ال h؟ شو أنت بتقول لي f بتقول لي g؟ ال h of x هي فرق الدالتين. يعني. يبقى الفرق أول ناقص ثاني، ثاني ناقص من قال لك جد مساحه بين منحني الدالتين اكس تقعيد والداله اكس؟ اول شيء تسوي بالحل
تقول لي اتش او اكس تساوي اكس تقعيد نعم تقعيد تبدأ نقول الدالة اكس ناقص اكس تقعيد يصير بمجرد انشاء الدالة المولدة راح يتحول نفس الموضوع السابق باحتمالات نفس الشغل راح ينعاد يعني راح تقول لي هنا راح تقول لي اكس تقعيد ناقص الثالثة اكس تساوي صفر اسحب اكس وحليناها قبل شوية وطلعت الاكس تساوي صفر والاكس تساوي جذر الثالثة والاكس تساوي سالب جذر الثالثة إذا اكو فترة بالسؤال قيم اكس تعرضها على الفترة إذا كانت تنتمي تجزئ إذا كانت طرف أو لا تنتمي تكمل إذا كيف تكامل حيصير عندي؟ راح يصير تكامل يعني ثلاث قيم يعني معناها تكامل يعني إذا راح أقول أي تساوي مطلق تكامل من سالب جذر ثلاثة إلى صفر إكس تكعيب ناقص ثلاثة إكس دي إكس زائد مطلق تكامل من صفر إلى جذر ثلاثة إكس تكعيب ناقص ثلاثة إكس دي إكس بعد ويساوي مطلق شنو التكامل هذا؟ واحد اكس بس اربعة ناقص ثلاثة عدد بين اكس اربعة من سالب جذر ثلاثة الى صفر زائد مطلق اخر ربع اكس بس اربعة ناقص ثلاثة عدد بين اكس اربعة من صفر الى جذر ثلاثة جامد ورا التكامل ايش راح يصير؟ راح يصير تعوير اذا هنا راح اقول مطلق من نعوض الصفر هذا صفر من نعوض سالب جذر ثلاثة سالب جذر ثلاثة اس اربعة يعني كل مرتين ثلاثة تسعة 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 في ربع اذا هذا تسعة على اربعة تسعة على اربعة ناقص سالب جذر ثلاثة تربيع ثلاثة في ثلاثة على اثنين راح يصير عندي تسعة على 2 زائد هنا نفس العملية 9 على 4 ناقص 9 على 2 ناقص 0 بس ويساوي يا شو المضاعف المشترك 4 4 4 على 4 1 1 هنا راح يبقى 9 ناقص 18 4 على 2 2 شو يصير 18 9 ناقص 18 سالب تسعة وعندي سالب برا راح يصير تسعة إذا هذا راح يصير مطلق تسعة على أربعة وهناك ايش راح يصير؟ مطلق السالب تسعة على أربعة مطلق تسعة على أربعة تسعة على أربعة زائد تسعة على أربعة ويا طلاب الامتحان المساري يوصل إلى هنا وبعدين يضيع المية يضيع العشر درجات الكاملة يجي يجمعها يقول لي تسعة زائد تسعة 12 أربعة زائد أربعة واحدة إلى هذا 12 على أربعة ويساوي تسعة على واحدة فمن يقول لي جد المساحة بين منحني دالة ومحور السينات رأسا أساوي من يقول لي جد مساحة بين منحنية رقم الدالة استخرج الدالة المولدة والدالة المولدة هي فرق الدالتين بمجرد تشكيل الدالة المولدة ينتهي على الصفر زين خلينا نشوف انها من اسئلة التمارين المهمة جدا ونقول ان شاء الله وباذن الله يجي من الامتحان المزاري تلقى صفحة 113 سؤال الخامس للتمارين جد المساحة المحددة بمنحني الدالتين أضف X يساوي نصف X و G of X يساوي جذر X ناقص واحد بالفترة 2 بالفترة 2 5 إذا جد مساحة بين منحني
اول عمليه سويها استخدم الدال المولده والدال المولده هي هذا منحني وهذا منحني. نخاف في الامتحان يقول لك جد المساحه المحدده بالمنحني هذا والمستقيم واي تساوي نصف اكس. المستقيم اذا اسمه اكس يعامل معامله الفتره واذا اسمه واي يعامل معامله المنحني. يعني بلكي بالوزاري يقول لك جد المساحه المحدده بالمنحني واي يساوي اكس تربيع والمستقيمات اكس تساوي سالب 2 اكس يساوي 2 واي يساوي 4. جد المساحه المحدده بالمنحني هذا والمستقيمات هذا واي وهذا واي يعني منحني هذا اكس وهذا اكس يعني معناها فتره يعني الداله المولده شنو؟ اكس تربيع ناقص 4 راح اقول هنا اكس اوف اكس تساوي اكس تربيع ناقص 4 بالفتره شنو؟ بالفتره سالب 2 هسه من نساويها بالصفر نقدم الحين مو جيب سالب 2 كلاهما تنتهي لكن الطرف كم تكامل حيصير عندي؟ واحد سؤال كان موجود ايام زمان في القصه العربيه جد المساحه المحدده بمنحني القطعين المكافئين القطعين المكافئين واي تساوي اكس تربيع واي تساوي سالب ربع اكس تربيع بالفتره مثلا واحد زائد لا لازم شنو؟ لازم استخدم الداله المولده راح اقول اتش اكس تساوي اكس تربيع ناقص ربع يعني زائد ربع اكس تربيع اذا واي يساوي راح يصير واحد زائد ربع راح يصير 5 على 4 اكس تربيع هذه نساويها بالصفر الاكس راح تطلع صفر هذه نساويها بالصفر الاكس تطلع صفر والصفر لا تنتهي الى الفتره اذا كم تكامل؟ واحد تكامل واحد من واحد الى المن لان 5 على 4 اكس تربيع نحن نقول اخاه او الفصل الثاني يزعل ويقول له اللي المتكلم يسوي اسئله زاويه ليش اني بس حشرين درجه؟ ليش ابو الفصل الرابع عليه 30؟ من حقه يزعل هم راح يقولوا لك التعارف بيناتهم اقول لك هنا جد المساحه المحدده بمنحني القطعين المكافئين فاذا كان الاول راسه هو النقطه الاصل ويمر بالنقطه الفلانيه واعرضوا على محور الصالات لازم وين ترجع؟ هذا الفصل الثاني تجي تحسب معادله القطع المكافئ وبعدين تسوي سؤال بسرعه واضح؟ خلينا نرجع السؤال إذا أول عملية أسويها شنو؟ أستخرج الدالة المولدة راح أقول هنا اتش أو اكس تساوي نصف اكس ناقص جذر اكس ناقص واحد شوي يجب عليه السؤال دي فكرة لطيفة يصير أقول جذر اكس ناقص واحد ناقص نصف اكس يصير زي ما قلنا كلمة الأولى ناقص الثانية، الثانية ناقص الأولى. إذا أساويها بالصفر راح يصير نصف إكس ناقص جذر إكس ناقص واحد تساوي صفر. خلينا نحل المعادلة، شلون نحل المعادلة؟ لحل المعادلات الجذرية يفضل جعل الحدود الجذرية بطرف وجعل الحدود الخالية من الجذر بطرف وبعدين اقول بتربيع الطرفين تتذكر ايجاد معادلة القطع ناقص استخدام التعريف يستر عندي جذر زائد جذر يساوي 2 حولت الجذر للطرف الاخر وقلت بتربيع الطرفين وبعدين مرة ثانية رجعته وقلت مرة ثانية بتربيع الطرفين نفس العملية راح اسويها هنا اذا راح اقول نصف اكس
تساوي جذر اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد. بعد ايش راح اقول؟ اذا هنا راح اقول بالتربيع راح يصير عندي ربع اكس تربيع تساوي اكس ناقص واحد. خلصت من الجذر؟ خليها صفر معك. وبعدين اضرب في اربعه. اذا هذا يؤدي الى ربع اكس تربيع ناقص اكس زائد واحد تساوي صفر. بعد راح اضرب في اربعه راح يصير اكس تربيع ناقص اربعه اكس زائد اربعه تساوي صفر. احل المربع كامل يؤدي الى اكس ناقص اثنين تربيع تساوي صفر. بجذر الطرفين راح يصير اكس ناقص اثنين تساوي صفر. اذا معناها اكس تساوي اثنين. كل هالتعب. اذا هذا اثنين ينتمي الى الفتره اثنين خمسه. لا انه لا يتجزئ. يعني كم تكامل؟ تكامل واحد. اذا هنا راح اقول اي تساوي مطلق تكامل من اثنين الى خمسه. هذه صورة. هذه صورة وهذه صورة. يا ولد عيد الكامل. اكس ناقص اثنين واحد زين. الكل تربيع هذه احلى؟ زين. تريد كامل هذه احلى؟ زين. لو هذه احلى؟ إذا كانت الدالة المولدة لها أكثر من صورة واحدة عند التبسيط والحد فيجوز إجراء التكامل على أي منها. شلون طبعاً في هذا؟ ما لم ترتكب إحدى المحرمات الرياضية الأربعة. الضرب بعدد، القسمة على عدد، رفع الطرفين لأي قوة، جذر الطرفين لأي قوة. إذا هذه المحرمات الرياضية. هسه من جهة على هذا قلت بتربيع الطرفين هذا المحرم الأول. من جهة على هذا ضربت في أربعة هذا المحرم الثاني. من جهة على هذا جذرت الطرفين هذا المحرم الثالث. إذا قبل إجراء هذه المحرمات يجوز إجراء التكامل بعدها منها. إذا شنو المحرمات الرياضية الأربعة؟ الضرب في عدد، القسمة على عدد، رفع الطرفين لأي قوة، جذر الطرفين لأي قوة. هذه عند حل المعادلة بأي حالة. يعني هسه هنا من أجي أقول لك إفطار نهار شهر رمضان واللي محرم، لكن افطار نهار اليوم احتياجي احنا باقينهم هذا على. اذا المشكله وين؟ المشكله في زمان الافطار. يعني الافطار بحد ذاته هو حلال لكن محرم مش وقت شهر رمضان نهار شهر رمضان. هسه هذه عند حل المعادله فهي حلال. من اريد استخرج قيمه الاكس هي حلال لكن عند اجراء التكامل هي محرمه. اذا المحرمات الاربعه هل جمع الحدود المتشابهه حرام؟ لا حلال. هل قوانين التحويل بالدوال المغلفيه محرمه؟ لا هي حلال. راح يجينا الدرس الجاي ساين 2 اكس اسوي 2 ساين اكس كوساين اكس حلال ولا يهمك. كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس اسوي كوساين 2 اكس حلال. العامل المشترك حلال ماكو مشكله. اذا سلمنا راح نكامل. اذا راح تجي تكامل الداله الاولى هذا راح يصير عندي نصف اكس ناقص اكس ناقص واحد قص نصف على اكس. راح يجيني سؤال جاي للوزاري يقول لك جد المساحه المحدده
بالمنحنيين اضرب اكس تساوي اكس وجي او اكس تساوي جذر اكس. سبب لازم تسوي لازم تستخدم الدالة المولدة. شنو الدالة المولدة؟ اكس تساوي اكس ناقص جذر اكس من الزاوية والصفر اكس ناقص جذر اكس يساوي صفر. تقول لي اقدر اسحب عامل مشترك اذا اردت تحول الجذر اكس الى الطرف الاخر راح يصير اكس تساوي جذر اكس بتربيع الطرفين. اذا هنا اكس تساوي جذر اكس بتربيع الطرفين راح يصير اكس تربيع تساوي اكس. من اصفر المعادله هنا راح يصير عندي اكس تربيع ناقص اكس تساوي صفر اكس ناقص واحد يساوي صفر. اما اكس تساوي صفر او اكس تساوي واحد حتى هذه من احول الى الطرف الاخر واقول بتربيع الطرفين هي بعض المحاليه يعني هذا لو كانت اكس زائد اكس تربيع ترى هذه ممنوعه لو كانت اكس زائد اكس تربيع الا نسحب عامل مشترك. ليش؟ لان هذا من احول الى الطرف الاخر ايش راح يصير؟ راح يصير سالب اذا قلت بتربيع الطرفين راح يطلع السالب راح تطلع مجموعه الحل خاطئ. واضح؟ نرجع لسؤالنا شو نسوي؟ كامل 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 مو الجذور كل العوض كامل. هذا النصف اكس خطر جدا. شنو تكامل النصف اكس؟ ولا شنو